يختلف الشعب الكردي عن أي شعب في العالم بأن له زيه الخاص، وأكيد هذا الزي يميزه بلونه الفلكلوري القديم والذي أثرت في ظهوره عوامل عديدة، منها طبيعة المجتمع والتقاليد والعادات. مراسلونا في الإقليم زار محل بيع وصنع الأزياء وأعد لنا هذا التقرير، نتابع. تشتهر أسواق أربيل بوجود العشرات من محال بيع الأقمشة النسائية، أقمشة محلية ومستوردة تعرض بنسق جميل يثير الإعجاب والاندهاش، حيث يتميز الزي الكردي عن باقي الأزياء أنه متوهج وزاهي الألوان. أكو يعني غير كله كراسات زي كردي، وعندي هذا بدن فسوس، يعني مثلا هذا هندي بس نوعيل زين، سيت كاملي 50,000. وعندي نوعية ممكن 100 نوعية أكون بالدبي خليج. أنا راح لدبي وعندي هذا هند هم موجود هندي وخليجي مثل هذا، هذا كله هندي. يتألف ثوب المرأة الكردية من دشداشة طويلة تغطي القدمين وسروال طويل، تفاصيل أخرى أدق يجيب عنها أحد خياطي هذا الثوب التراثي الجميل. والله الموديلات اختلف، بس اكو موديل صاية طويل اللي جوا يعني لفوق اللي جوا، واكو موديل يلك نص يعني، وقماش يختلف، قماش سادة وقماش بها النقمات وكريستالات. هذا سلطة يلك بس بالردان، يلك هذا يلك بس بالردان، هذا اسمه بالكردي يعني سلطة، يعني سلطة يعني بالعربي وكردي ماكو يعني نفس يعني احنا نقول على يلك، انتوا هم نفس تقولون هذا سلطة. هذا سلطة، هذا يلك، هذا هذا يلك بدون ردان، هذا بدون بدون ردان، ايه هذا يلك. وهذا الصاية، انا اشوف الصاية بالله، هذا الصاية طويل. نعم هذا الصاية طويل. هذا صاية، هذا الفستان، هذا فستان جوا الصاية، هذا بيجامة سروال، سروال الكمر لاستيك ولي جوا هم لاستيك. تحرص المرأة الكردية غالبا على ارتداء هذا الزي الفسيفسائي في الأعياد والمناسبات، لأنه يمثل بين عراقة الماضي وروح العصر الحديث. بالنسبة لكراس كردي في كل مناطقنا يلبس اللباس الكردي، وخاصة في المناسبات والأفراح، ولكن في هذا الوقت وهذه الظروف الإقبال عليه ليس مثل قبل، ولكن هو فلكلور ونعتز به. تنوعت الموديلات، فمنها ما يلبس على شكل 3 قطع ومنها 7 قطع، فالانفتاح على دول الجوار هو ما أدى إلى هذا التنوع في الزي الكردي. الإعجاب في هذا الزي لم يقتصر على النساء الكرديات فحسب، بل تخطى أبعد من ذلك، فالعربيات اتجهن إلى خياطة هذا الزي وخصوصا في مناسبات الزواج. اي والله نعم يعجبني الزي الكردي، حيل يعجبني. نعم. اي راح تشتري اليوم؟ اي راح اشتري لها بدله كرديه وتلبسها للعروسه. عندكم يعني عروسه؟ اي اي راح تصور لها زي كردي. اي نعم نعم، حتى احنا مش شرقات مصلح الدين. نعم. اي وشفتي الزيت اللي عجبك؟ والله يعجبني حيل، مو شلون ما يكون. نعم. يعني اغلب نسوان العربيات دائما، اي يعني زي الكردي حلو، حلو يعني كل قامن يلبسن هذا الزي. وهج من الالوان الزاهيه والجميله، واهتمام بادق التفاصيل، ترتدي المراه الكرديه هذا الزي الجميل في الاعياد والمناسبات، لا بل حتى في الزيارات العائليه. لبرنامج شمس الفلوده بشير الحسن، اربيل.